من المثال حتى لا يصير الفيديو طويل، الناتج مال مجموعهم ينطيني 0.5500 على 5، أقسمها تنطيني الار بي. هسه بما أنه صارت عندي الار بي معلومة، لازم شنو أقدر أستخرج؟ الار بي ار سي صارت عندي معلومة، هسه أستخرج الار اي، أقدر من خلالها أستخرج ار اي. الار اي هي الار ناقصا ار بي زائد ار سي. الار قيمتها استخرجتها اللي بالبدايه اللي هي 0.05500، وار بي زائد ار سي ايضا عندي قيمتها. اطبق، انقص ال 0.5500 ناقص ال 0.1100 1001 العفو، راح تنطيني الار اي. هسه صار عندي معلومه الار اي وار بي، الار اي وار الكليه وار بي زائد ار سي. هسه اجي اعوض الرينج الثالث اللي هو 10 امبير، طبعا كتبته حتى لا يصير فيديو طويل. اجي اعوض الرينج الثالث اللي هو 10، التيار من يجي هنا بالعشرة راح يجي على هذه المقاومة مباشرة، معناها المقام شنو؟ المقام راح يكون عندي ار سي، من خلال ذولي اقدر اعرف يا مقام اخلي، راح تكون عندي فقط ار سي، هو تيار ده يجي هيج، اذا الار سي فقط راح تكون عندي بالمقام، يعني الار سي هي المجهولة اللي راح استخرجها هسه. فور 10 امبير، عندي ايضا الاي ار على ار ام، الاي ار شقد؟ 10 اللي هي اريدها، اللي انا طبقتها هسه عوضتها. الاي ام عندي 1/10 ناقص 3 ثابتة، تساوي لي الار ام اللي هي 50 منطنيها بالسؤال، زائدا الار الكلية اللي استخرجتها على ار سي. انا منو اريد؟ اريد الار سي، ايضا طرفين في وسطين واستخرج الار سي. 10 في ار سي راح ينطيني 10 ار سي، تساوي لي اضرب 1/10 ناقص 3 اضربه مرة بال50 تنطيني 50/10 ناقص 3، وانزل الزائد واضربها بال 0.05500 راح ينطيني 5.005/10 ناقص 5، مجرد ضرب اعتيادي. ار 10 تساوي لي اجمعهم هذولي، اجمعهم ينطيني 0.05500. واني منو اريد؟ اريد الار سي، اقسم على المويه المجهول اللي هو منو؟ العشرة، اقسم 0.05500 على 10 وراح تطلع لي الار سي اللي هي 5.005/10 ناقص 3. زين هسه صار عندي الار سي معلومه والار اي ايضا معلومه، منو بقت لي؟ بقت لي الار بي. صح اني عندي قيمه ار بي سي، بس لا، اريد كل وحده وحده تكون لها قيمه مثل الار سي والار اي. الار بي شلون استخرجها؟ الار بي زائد ار سي انقص منها ار سي تطلع لي الار بي، يعني عندي ار بي زائد ار سي، عندي قيمتين. اني منو اريد؟ اريد الار الار بي، فهذه القيمه انقص منها، انقص الار سي راح تطلع لي الار بي. قيم الار بي زائد ار سي هي 0.01001، انقص منها ار سي اللي هي استخرجتها اللي هي 5.005/10 ناقص 3 راح ينطيني 5.005/10 ناقص 3 اوم، زائد الرسم اللي هو هذا، والرسم ثابت، يعني اي مثال يجي هو نفس الرسم، فقط اغير قيم الرينج. هنا مو منطني 1 5 10، اشوف شنو ينطيني رينجات اخليها، بس هو نفس الرسم ثابت.